انا مع حضرتك كابتن عادل، بس انا يعني هتبنى وجهة النظر اللي هو انا مش فارق معايا، يعني الاسماعيلي يلعب كويس يلعب مش كويس، مقصوده غير مقصوده مش مهم، المهم انا برضو في الاول وفي الاخر انا الاهلي، فانا مركز في الماتشات اللي جايه. وانا اتفق شويه مع موسيماني بصراحه، او كتير لما كان في المؤتمر الصحفي واتسال الاسئله دي، وهل تعتقد انه متعمد ولا، الراجل رد قال لك انا ماليش دعوه باي حاجه، انا مركز في الماتشات اللي فاضلالي، انا في حاجات مش هقدر اتدخل فيها ولا مش هتدخل فيه او ما عنديش القدره ليه ما يهمنيش، انا عايزه اركز في نفسي. فخلينا نتكلم بقى عن اللي جاي وعن الاهلي، انا ماليش دعوه الخصم بيلعب ازاي او المنافس بيلعب ازاي، من وجهه نظر حضرتك كابتن عاده، انا دلوقتي كاهلي والفرصه لسه قدامي واللعب على الارض هو اللي هيثبت، انا مفروض اتبنى ايه دلوقتي، ايه الاخطاء اللي عندي علشان اصلحها في الفتره اللي جايه؟ احنا صلحنا الماتش امبارح اخطاء كانت موجوده فيما سبق، ايه اللي جاي كمان محتاج تركيز كابتن عادل حضرتك شايف؟ استاذنك في، انا قلت ايه؟ قلت ان انا الاسماعيلي، انا كمشجع بحب الكوره، ما بتكلمش على الاسماعيلي، بتكلم ان الاسماعيلي بيأدي كوره جميله طول عمره، كنت اتمنى ان الاداء يبقى كده، انما انا ما بفرضش حاجه ولا انا يعني بقول بنتقد الاسماعيلي، لا بالعكس. وش الاسماعيلي انا فاهم وجهه نظر حضرتك. فزي ما قال موسيماني احنا كلنا شغالين كده، انا ليا نفسي بس، انا بقيم بالزبط. نفسي بس. بالنسبه للاخطاء انا شايف ان هناك بعض الاخطاء المتكرره خاصه بالنسبه للكور العرضيه، يبقى احيانا الرقابه بتاعتها ما بتبقاش بالدرجه المطلوبه، واحيانا بنبقى كسبانين 1-2-0 وبيبقى في اندفاع زياده في اوقات انا المفروض ان انا ابقى مجهد، المفروض في الوقت ده بهاجم بكثافه ودافع بكثافه، يبقى في سرعه ارتداد، عشان اعمل سرعه ارتداد واللعيبه كلها ترجع في توقيت واحد ويبقى الجسم او الفريق زي الجسم الواحد، لابد يبقى فيه نوع من انواع عدم وجود اي ثغرات بين الخطوط. احنا كل الاجوال اللي جت فيها تقريبا نتيجه ان في اندفاع وعدم ارتداد، او احيانا بيبقى الراجل اللي معاه الكوره في التلت بتاعنا عند مرمانا والراجل هو بيعمل اوفر ما يبقاش فيه ضغط عليه بحيث ان هو يمنع الكوره دي، الى جانب قلبي الدفاع بتوعنا مفروض ان انا والكوره جايه انا ما بتفرجش على الكوره، انا مكلف، موسيماني مكلفني بان انا اراقب يوسف مثلا، اراقب فلان، فانا وهي الكره بتتحرك يمين او شمال انا ببقى عيني بتوزعها ما بين قلب الدفاع وما بين الكره وهي بتتلعب، بحيث ان انا الراجل ما يطلعش لوحده ويحطها 3-4 اهداف جون فينا نتيجه الحته دي. انا بقول برضو من خلالكم احد المعارف ودي رساله للعيبه، بيسيب شغله ويسيب الدنيا كلها علشان يروح يقعد مع والده وهو بيتفرج على ماتش الاهلي، خايف على والده، تخيل يبقى خايف على ابوه من المباراه علشان انفعاله. شوف دي رساله للعيبه، اعمل حساب ان في 90 مليون بيتفرجوا عليك اللي فيهم بقى عيان بيخف لما انت بتكسب، بيبقى سعيد قوي، بتدخل السعاده في قلوب الناس. اشتغل على نفسك شويه، لو في اجهاد انت اشتغل على نفسك. احنا بنشوف رونالدو جايب جهاز استشفاء في البيت، ما بيكتفيش بالجهاز الموجود في النادي. فانا لما اكون ربنا يعني كرمني موسع عليا ليه ان انا اخلص ماتشي 3 ايام او يومين ما اخرجش بره البيت، يبقى في نوع من انواع الراحه الكامله اكيد، بحيث ان انا ما اجهدش نفسي، وفي نفس الوقت لازم اضحي شويه لانك انت بتسعد الناس دي كلها، واجمل حاجه في الدنيا انك تسعد الناس اللي حواليك. اكيد. اخر حاجه برضو علشان اتكلمنا عن الجانب الدفاعي، بالنسبه للجانب الهجومي المفروض ان انا لما اوصل التلت الاخراني لمرمى المنافس يبقى في نوع من الدهاء شويه، يعني وانا بعمل الاوفر اروح بعمل، انا اعمل اوفر واروح اعمل عمليه تمويه. في اكثر من لاعب عندنا بيعملها الحقيقه، في حسين الشحات بيعملها، في كهربا بيعملها، في اكرم توفيق بيعملها، بس احيانا وانا بلعب الكوره عايز اديها لواحد بالظبط، وفي نفس الوقت الناس اللي بتبقى مكمله لابد، احنا شفنا امبارح في الاستوديو التحليلي في قناه الاهلي يعني في بواليه في كوره لو راح على العرض القريبه تبقى جول.